يفترش الحاج أبو هيثم سريره مصابا بالتهاب الرئتين وسرطان في آن واحد. ربما لا يدرك أنه بعد أسابيع قليلة لن يستطيع إكمال علاجه، وذلك بسبب انقطاع الدعم المادي على المستشفى الداخلية في إدلب المعروف بمستشفى الزراعة بعد انتهاء عقد التعاون مع منظمة ريليف انترناشونال التي كانت تتكفل بالدعم المالي والكلفة التشغيلية للمستشفى. مرض أنا سرطان والتهبت الرئتين، نقلوني على المشهد مشان يروح الالتهاب من الرئتين واقدر اخذ جرعات، والحمد لله اني كان في مستشفى تقبلنا وخدمنا. يعد مستشفى الزراعة في إدلب الوحيد في المناطق المحررة المتخصص بالأمراض الداخلية، ويعمل به أكثر من 90 موظفا بينهم 22 طبيبة داخلية بين مقيم واختصاصي، ويناشد الكادر الطبي المنظمات بالتحرك سريعا لتلافي إغلاق المستشفى وحرمان المواطنين من خدماته. نحن عم نعمل بخط الطوارئ تخفيض ساعات الدوام، لكن يعني هذا الأمر يعني في طاقة محددة لفترة محددة، يعني ما ممكن الاستمرار فيه لفترة طويلة، ممكن نقدر نشتغل أيام أو أسابيع قليلة. خفضنا عدد القبولات، خفضنا عدد ساعات الأطباء بحيث نحافظ على تقديم الخدمة وما نقطع الناس منها. يضم المستشفى جميع الاختصاصات الداخلية منها القلبية والعصبية وغسيل الكلى، إضافة لأقسام العناية المركزة والمخبر والأشعة والعلاج الفيزيائي وقسم الصيدلية التي تقدم الدواء مجانا لمراجعيها. ويستقبل المستشفى ما يقرب من 500 حالة مرضية وإسعافية يوميا. بالنسبة لموضوع مشفى الداخلي في مدينة إدلب، طبعا هو مشفى واحد من عدة مشافي وقف دعمها، وهو منظمة كانت داعمة المشفى. مثلا بالتاريخ الدعم كان بال 2016، انتهى بال 2018 من 3 شهور، مددوا 3 شهور وهلا وقف الدعم. طبعا ليش وقف؟ ما هو منشان اي شيء، انه منحة المشفى انتهت. يعني يتراجع الدعم المقدم من المنظمات الداعمة للمناطق المحررة، ويعتبر القطاع الطبي من أكثر القطاعات تضررا جراء هذا النقص، فهل ستكون هنالك أي خطط مستقبلية لتلافي إغلاق هذه المراكز؟